السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على اتصال دالة على مجال لا كونتينيتي ديال فونكسيون سور ان انترفال. أول حاجة غنبدا بالتعريف. دونك التعريف شنو تيقول؟ اون دي كو لا فونكسيون اف اي كونتينيو سور اي واحد المجال اي سي اف اي كونتينيو سور اون تو بوان دو اي. يعني كتكون عندنا اف متصلة على مجال اي إلا كانت اف متصلة في كل نقطة من المجال اي. طيب حنا كنعرفوا بان المجال مكون من ما لا نهايه من النقاط. الا خدينا مجال 0 1 راه فيها عده يعني ما لا نهايه من النقاط اللي كاينه ما بين 0 و 1. المجال كيقدر يكون على 4 ديال الحالات. اذا كيقدر يكون مجال فيرمي بحال هكذا يعني انترفال فيرمي. دونك اف اي كونتينيو سور دونك باش تكون عندنا اف متصله على المجال ا بي خاصها تكون اف متصلة على المجال المفتوح ا بي. دونك اف اي كونتينيو سور ا بي المجال المفتوح يعني لانترفال اوفير اي كونتينيو ا دغواس اون ا يا غوش اون بي. اذا حنا الا خدينا هذا المجال هذا المجال ا بي اذا خاصها تكون اف متصلة على المجال المفتوح ومتصلة في هذه الجهة هذه يعني على اليمين في ا وعلى اليسار في بي. الحالة الثانية إلا كان عندنا المجال سومي فيرمي ولا سومي أوفيرس بحال هكذا يعني مجال هنا مفتوح من جهة بي ومغلق من جهة أ. دائما إف خصها تكون كونتينيو سور لانترفال أوفير أ بي إي كونتينيو أ دغوات أون أ. في هاد الحالة كيكون عندنا الإشكال غي من جهة أ. أما بي راه ديجا مكتنتميش بي نون أنكلو ولكن أ أنكلو يعني كتنتمي لمجال أ بي. اذا في الحاله كنهتمو بالاتصال على المجال المفتوح ا بي وكذلك الاتصال على اليمين ديال ا. الحاله الاخيره الحاله الثالثه المجال ا بي. هذه الحاله هذه اذا هنا اف اي كونتينيو حنا عندنا المجال مغلق هنا يعني كيكون عندنا مشكل الاتصال هنا خصني ندرسو يعني على اليسار في بي. دونك اف خصها تكون كونتينيو سور لانترفال اوفير دائما اي كونتينيو ا غوش اون بي. والحاله الاخيره ملي كيكون عندنا لانترفال اوفير هنا ما عندناش اشكال. علاش؟ لان ا و بي ما كينتميوش للمجال نون انكلو. اذا اف خصها تكون كونتينيو سور لانترفال اوفير ا بي. بطبيعه الحال غادي تقول لي كيفاش غادي يمكن لي ندرس اتصال داله في كل نقطه يعني لان احنا قلنا باش تكون اف متصله على مجال خصها تكون اف متصله في كل نقطه من نقاط المجال. بطبيعة الحال هنا كاين مجموعة من القواعد اللي غنعتمدو عليها باش يمكننا نقولو بأن اف متصلة على هاد المجال. دونك شنو هي هاد القواعد؟ إذا أول حاجة لي فونكسيون بولينوم يعني الدوال الحدودية. الدوال الحدودية قريتو المتتاليات الحدودية لي بولينوم. إذا الدوال الحدودية بحال مثلا الدالة مثلا اف لو اكس كتساوي 3 اكس اس 4 مثلا زائد اكس زائد 1. اذا هذه داله حدوديه. اذا فهي متصله على ار. جميع الدوال الحدوديه كتكون متصله على ار. لا فونكسيون انفيرس ان سور اكس اذا اي كونتينيو سور موان لانفيني 0 اي سور 0 بلس انفيني. علاش قلنا هاد المجالين بجوج؟ لان لا فونكسيون انفيرس مجموعه التعريف ديالها شنو هي؟ هنا x ديفيرون ديال 0 يعني مجموعة التعريف هي r موان 0. هاد r موان 0 رديناها مجالات هي موان لانفيني 0 يونيون ديال 0 بلس انفيني. وبالتالي f متصل على هاد المجال هذا 0 موان لانفيني ومتصل على 0 بلس لانفيني يعني متصل على مجموعة تعريفها على لونسومبل دو ديفينيسيون. الحالة الثالثة لا فونكسيون فالو ابسولو et continue sur R. طبيعة الحال la fonction valeur absolue القيمة المطلقة راه متصلة على R. la fonction racine carrée دالة جذر متصلة كذلك على مجموعة تعريفية. وشنو هي مجموعة التعريف ديالها؟ هي 0 plus infini 0 plus infini. la fonction racine carrée قلناها la fonction دابا les fonctions sinus ou cosinus كذلك تهما دوال متصلة على R. بقات لي آخر حالة هي لا فونكسيون راسونيل يعني الدالة الجذرية. شنو هي الدالة الجذرية؟
الدالة الجذرية هي اللي كتكون عندنا مكتوبة على شكل حدودية على حدودية، يعني بولينوم على بولينوم، بحال مثلا هاد الدالة هادي، هادي دالة جذرية ماشي فيها الراسين، لا دالة جذرية، لي فونكسيون راسوني، لي بولينوم على بولينوم. إذا هاد الدالة هادي كتكون متصلة على مجموعة تعريفية، على كل مجال ضمن مجموعة تعريفية. مثلا هاد الدالة هادي إلا درنا مجموعة التعريف ديالها غتكون هي R ناقص واحد، لأن يعني عندنا إكس ناقص واحد خاصها تخالف الصفر، إذا إكس خاصها تخالف الواحد، وبالتالي هذا هو مجموعة التعريف. هذه إلا رجعناها مجالات هي مولا إنفيني، مولا إنفيني واحد، يونيون ديال واحد بلوس إنفيني. دونك هاد لا فونكسيون هادي راها كونتينيو سيغ مولا إنفيني أه اي كونتينيو سيغ ان بلوس لانفيني. اذا بهذه الطريقه كندرسو اتصال داله على مجال. غادي ناخذ بعض الامثله. دونك السؤال تيقول اتيدي لا كونتينيتي دو اف سيغ اي. ناخذ الحاله الاولى، عندنا اف لي اكس كتساوي لنا اكس غاري بلوس اكس بلوس ان، وعندنا اي كتساوي لنا هي ار. واضح بان الداله عباره عن داله حدوديه، دونك كنقولوا بان اف est une fonction polynôme donc continue sur R. كل الدوال الحدودية فهي متصلة على R. الحالة الموالية هذه دالة جذرية، علاش؟ لأن حدودية جوج هي حدودية درجة صفر على حدودية. إذا نديرو مجموعة التعريف ديالها، إذا هذه دالة فونكسيون راسيونيل، إذا مجموعة التعريف ديال هاد الدالة إلا درنا مجموعة التعريف شنو غتكون؟ غتكون عندنا إكس ناقص واحد تخالف الصفر، أي إكس تخالف واحد، يعني هنا إكس كتنتمي لآر وهنا إكس تخالف واحد، يعني غتكون ديد إف شنو هي؟ هي مولا إنفيني واحد يونيون ديال واحد بلوس انفيني. اذا شنو كنقول؟ كنقول بان اف ايتون فونكسيون راسيونيل، داله جذريه، دونك اف اي كونتينو سور سون انسومبل دو ديفينيسيون، دونك اف et continue sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Obitelli, donc f est continue sur 1 plus l'infini. Adna hna l'hala l'moualia f l'x que c'est un sinus, donc adna f baina f est continue sur r, et n'a d'aimant de la sinus continue sur r ou de la cosinus continue sur r. Donc f est continue sur R et en particulier طبيعه الحال الا كانت اف متصله على ار فراها متصله على المجال 0 بلس انفيني، لان المجال 0 بلس انفيني راه ضمن ار. دونك اي اون بارتيكولي سور 0 بلس لانفيني. الحالة الأخيرة عندنا جد إكس كتساوي لنا إكس زائد واحد مي كتكون إكس صغر من واحد، وكتساوي إكس على إكس ناقص واحد مي كتكون إكس كبر من واحد. هنا غنحاولو ندرسو الإتصال على المجال موال لنفيني أن يونيون أن بلوس أنفيني. إذا غادي نحاولو نشوفو الجزء الأول والجزء الثاني. إذا نبداو بالأول، حنا عندنا هاد لافونكسيو هادي إكس واحد إتون بولينوم، هنا كنعرفو لي بولينوم دائما كونتينيو سيغ إر، دونك كونتينيو سيغ إر يعني سيغ موال لانفيني لي كيمنا حنا هنا سيغ إر، ومادام عندنا إكس صغر من واحد دونك كونتينيو سيغ موال لانفيني أن، لأن موال لانفيني أ راه ضمن أر.
الحالة الموالية عندنا إكس على إكس ناقص واحد، دونك هاد لا فونكسيون هادي هي فونكسيون خانسيونيل، يعني دالة جذرية، يعني متصلة على مجموعة تعريفها. شنو هي مجموعة التعريف ديالها؟ هي مولن في، دونك هنا إكس كتخالف الواحد، يعني هي إغ موان زان، يعني هي مولن فيني واحد، واحد بلس انفيني، دونك إتون فونكسيون راسيونيل. دونك كونتينيو سور موال انفيني ان اونيو ديال ان بلس انفيني، حنا عندنا الغرض غير ان بلس انفيني لان عندنا اكس كبر من الواحد، دونك كونتينيو سور ان بلس لانفيني. وبالتالي ف دالة اف ولا الدالة جي اي كونتينيو سور هاد الانترفال، سور هاد الانترفال يعني كيمكن لي نقول بان اف اي كونتينيو سور موان لانفيني ان اونيون ديال ان بلس انفيني. اذا هكذا كنكون سالينا هاد الحصة هادي. ما تنساش الى استفدت من الفيديو تبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك. تحياتي للجميع، السلام عليكم.